طيب قولي يا أستاذ باشمهندس بقى باشمهندس كميل، اهتمامكم بالساعات الكبيرة دي اللي من كل الدنيا مخليكم من هواة اقتناء الساعات اللي هي ساعات الإيد وتجيبوا الماركة والموديل الجديد ولا لا؟ لا، احنا الهواية بتاعتنا بتقف في سنة 1800، يعني بتقف بعد 1800 احنا بنسميه جديد، ما لناش دخل بيه. احنا التاريخ القديم اللي هو من 1700 لحد من 1600 لحد 1800 وقت نابليون اللي هو بداية القرن التسعتاش، ده في الساعات غير الإزاز، الإزاز حديث. فالساعات أي ساعة بالنسبة لكم دي مش برا الهواية بتاعتها؟ برا الهواية، الساعات اليد مش مش مهمة بالنسبة لكم. يعني آخر سؤال لحضراتكم، احكوا لي عن المتحف ده، أكيد كان جزء من أحلامكم، أنتوا لكم أحلام عملية حققتوها، المهندس وزوجته اللي سافروا أمريكا وحققوا نفسهم، احكوا لي قد ايه المتحف ده بيمثل لكم حاجه في رحلتكم؟ هو المتحف احنا عشنا تلت عمرنا في مصر، فمصر وبعدين رحنا مصر، احنا دخلنا مدرسه التوفيقيه ومدرسه شبرا الثانويه ورحنا لجامعه القاهره. امال كنت ايه؟ كنت مدرستك ايه؟ انجليزي كان البومباستير. البومباستير فرحنا عندنا سلاح جامد جدا بتاع التعليم اللي تعلمناه هنا، فبنشعر بولاء جامد جدا لمصر، وانه احنا علينا دين جامد لمصر. في نفس الوقت احنا علينا دين جامد لامريكا كمان، لان البلد موطنكم اللي انتوا قاعدين فيها، ونجحنا في الاعمال وعملنا اصدقاء كتير وربينا اسرتنا هناك، يعني عيالنا. سمعه المتحف ده في روح لندن بتاع يعرفوا كله انه واحد مصري المتحف ده، عيله مصريه، عيله مصريه وانه واصل لمصر. نفس الكلام في امريكا، بيعرفوا انه ده مصري جه في امريكا وبيدي هديه للامريكان يتفرجوا على المتحف ده. حليم تايم اند جلاس ميوزيوم، متحف حليم للساعات والزجاج الملون. تم افتتاحه فيه سنتين دلوقتي، سنتين من سنتين دلوقتي. انا سعيده بحاجتين، بالمقتنيات او بالخبره اللي اول مره يمكن اسمع عنها تفاصيل لها علاقه بالساعات، وانه في زوجين عملوا حاجه بخلاف تحققهم المهني، نفذوا هوايه او حلم كان عندهم ان هم يعملوا متحف متخصص من النوع ده في شيكاغو الولايات المتحده الامريكيه. حاجه مهمه انه المتحف عندنا لما تدخل في الباب بيقول لك الدخول ليه تذكره $20 بس للمصريين ببلاش، يعني تطلع البطاقه بتاعتك والباسبور وتدخل. اي حد هيروح شيكاغو هيروح المتحف، وفي السفاره موجود. يعني انت بتضيف اي حد رايح شيكاغو رايح المتحف، كل الدعوه مفتوحه لكل الجمهور. هم الاول بس يعني يسافروا وبعدين نفكر في موضوع المتحف. بشكرك، شكرا جزيلا المهندس المصري كميل حليم وزوجته السيده هدى. شكرا جزيلا.